بيقول لك في حد في البيت بتاعي دلوقتي وبيتحرك براحته ومش عارف ايه. انا عامل ايه في المصيبه السوداء دي؟ دي طلع فوق مع سكينه، مع سكينه يا عبيطه. انا فاضي اروح فين؟ بيقول لك ايه، انا لازم استخبى. انا خدت الاوضه التانيه. شباب واهلا بيكم في اكتر فيديو مرعب هنا في القناه، لان النهارده هنلعب لعبه رعب مبنيه على قصه حقيقيه. يعني كل اللي هنشوفه النهارده حصل بجد، وهنترعب بجد، وهنتخض بجد. انا مش عارف ليه مزودها كده والله. انا ايه، انا اللي هلعب اللعبه وانتوا هتتفرجوا، انا ليه مخوف نفسي؟ يابا يابا نفسي اخلص عليه، مش هياخد في ايدي غلوه. انا اسف انا اسف. اهلا بيكم شباب في فيديو جديد. النهارده هنلعب لعبه اسمها فير تو فاثوم. اللعبة دي نزل منها حلقات كتيرة جدا، هما حلقتين بس صراحة ودي التالتة. المفروض ان الحلقات دي بتحكي قصة حد حكاها ونجي من الحادثة دي او من الموقع دي او من الحصل ده يعني. فكل اللي هنشوفه النهاردة كله قصة حقيقية، والنهاردة هنخش نلعب الحلقة التالتة. ليه بقى؟ لان الحلقة الاولى والتانية انا لعبتهم في ستريمات الصراحة، فانت لو ما بتتفرجش على ستريمات على يوتيوب او تويتش ففايتك كتير جدا، هتلاقي لينكاتهم تحت في الديسكربشن على فكرة. فالنهاردة انا ناوي الصراحة ان انا اعمل الحلقة التالتة دي كلها في فيديو ونخش نشوفها مع بعض بايه وربنا يستر. كل اللي طالبه منك دلوقتي ثلاث حاجات. اول حاجة تعمل لايك، ثاني حاجة تعمل اشتراك مش اشتراك، وثالث حاجة تجيب بقى النسكافيه بتاعك او كاكاو او اي حاجة سخنة علشان تقعد تستمتع معايا باللعبة دي. ويلا نخش بينا على الرعب. مش عارف ليه والله انا افو اوفر قوي والله العظيم، انا اللي بتخض في الاخر والله. اوكي، اسم اللعبة زي ما قلت لكم فيرز تو فاثوم، معناها ايه ما يعرفش الصراحة. الحلقة بتاعت النهاردة اسمها كارسون هاوس، يعني بيت كارسون. عادي جدا عادي، ماله بيت كارسون عادي جدا، هيحصل فيه اكتر من اللي بنشوفه يعني. ماشي ايه بسود، يلا يلا. 24 سبتمبر، بيقول لك اسمي نوح. نوح ده نوح على فكرة. عندي 28 سنة وذكر. بيقول لك ما عنديش اي فكرة خاص انا ليه بقول لكم الرسالة بتاعتي دي، بس يمكن تكون ليكوا في يوم من الايام كدرس. الكلام ده حصل لما كان عندي 18 سنة، بس للأسف انا فاكر الحادثة دي اكنها امبارح، لان هي مأثرة في نفسيتي لحد دلوقتي. يا ترى ايه اللي حصل؟ انا خايف والله، انا قلقت من الكلام في الاول ده. هيدينا شوية معلومات عن اللي حصل عشان نبقى ايه ماشيين معاه في الاحداث. ابوه كان بتاع عقارات، وهو كل مرة لما يعمل بيعة بيصاحب العملاء بتوعه. في يوم من الايام رجع البيت وجاب لي شغلانه صغيره اقضيها في الويك اند. واحد من عملاء القدام كان مسافر لكام يوم، وكان عايز حد كويس يثق فيه انه ياخد باله من البيت بتاعه. الشخص ده كان شغال مدير لشركه ليها علاقه بالميديا. فابو الواد دوت قال له ان الشخص اللي هتاخد بالك منه من بيته هيديك 100 دولار بمجرد تاخد بس بالك من البيت وتعمل شويه حاجات بسيطه. فالواد وافق على الاوفر ده، بما انه كده كده مش هيعمل حاجه مفيده في الويك اند، بجانب بس انه ممكن يخلص شويه حاجات المدرسه وهو شغال، وفي نفس الوقت بالنسبه له اي حاجه تجيب مصلحه فاهم فلوس فهو بيوافق عليها. معفن معفن يعني. فباباه وصله لحد البيت. اوكي اوكي ماشي، هو وصلنا لحد البيت. ايه ده، وصلنا في مغسله. ايه ده ماشي، هو ليه ابويا بيسيبني في مكان كده؟ طيب ماشي اوكي، اكيد ده مش ابوه. بابا لا مش بابا. ماشي، الحاجات دي بتبقى مرعبه قوي والله العظيم. في حاجه بقى احنا مستنيين حاجه. طيب انا اخرج، استنى اخرج، مقفول. المفروض اروح فين؟ طيب في باب هنا، استنى في باب هناك ما خدتش بالي منه. اه الباب ده بيتفتح للعاملين فقط. انا عامل طبعا طبعا هنزل طبعا هنزل هنزل خد صح هنزل خد خد خد. لا بشاء بو مش قفل الباب. عادي 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 عادي، مش مشكله مش مشكله، احنا هننزل عادي جدا. اوكي نفتح الباب دوت وعادي جدا، مش عادي قوي الصراحه. دي ما يعني مغسله لا نهائيه ولا ايه؟ مش فاهم ايه يا اسطى، في ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ شفت عشان تجري. هجري من ايه؟ هجري من ايه؟ انا خايف. في ايه المزيكا دي؟ مزيكة حد شارب حاجة، ولا ايه؟ حاسس ان انا عامل دماغ والله العظيم. ايه ده، في حد؟ ايه ده؟ والله ما خدت بالي منك. السلام عليكم. بيقول لي مسحوق غسيل. ايه ده؟ بيقول لي فين المسحوق الغسيل؟ مسحوق غسيل ايه؟ غسيل غسيل ايه يا اسطى؟ احنا شاربين حاجة انا وانت. استنى هقول له ايه المكان ده؟ بيقول لي انا عايز مسحوق الغسيل، عايز مسحوق الغسيل. عبيط يا اسطى. يا اسطى ايه المكان ده طيب؟ فهمني. اوكي ايه ده؟ بيقول لي انا عايز مسحوق الغسيل. خلاص ماشي اوكي. اقعد اقعد. نوة تعرفني؟ بيقول لي النومه بتاعتك خلصت. احنا وصلنا، احنا وصلنا زي ما قلت لك. اصحى دلوقتي، اصحى يا نوح، يا نوح اصحى. هو انا تمام نايم في العربيه، ده ابويا تقريبا نايم. انا كنت بحلم بح. ماشي يا بابا ماشي يا بابا. بيقول لي روي ما اعرفش ده مين. روي ده استنى صاحب البيت، انه سايب مفاتيح البيت في طوبه في الجنينه ورا. تمام هنروح نجيبها. ايش بس بيقول لي اهم حاجه ان انا اخلي البيبان مقفوله وما افتحش لاي حد خالص. ماشي يقول لي يلا غور. ماشي يا اسطى ماشي يا باشا. بقول لك ايه، ما تيجي معايا. ماشي بقول لك ايه، ما تيجي معايا والنبي. ايه ده؟ ابو ابو
تصدق بالله ان انت لو كنت شاويه كنت ماشي. ايه ايه هو ده اللي بيتصح؟ المفروض ان انا المفتاح في مكان ما في الباك يارد. اوكي نجرب نفتح الباب. اه لازم اروح اجيب باك يارد فعلا. المفروض نرجع تاني لورا البيت، في حاجه هناخدها منه. في ناس بتكلمني، دي مين دي؟ ايفلين كوبر، دي صاحبتي دي ولا ايه؟ مش فاهم. ماشي احنا المفروض دلوقتي يا جماعه ندور على طوبه فيك. ايه ده؟ ده الكلب ده ولا ايه؟ ازيك عامل ايه؟ بقول لك ايه؟ والله العظيم انا اطمنت ان في كلاب معانا عشان ايه تحميني، عشان انا بخاف لوحدي والله. بقول لك ايه؟ بيقول لك في طوبه في ماشي تصبح على خير، تصبح على خير. بقول لك ايه؟ بقول لك كان في انا اسف. ايه يا ابن الكلب انت دي طوبه؟ ايه جبناها 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 جبناها. اوكي 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 تروح فين يا اسطى؟ جاي معايا؟ تعال 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 تعال. فتحنا الباب. السلام عليكم. اي هات تو بي. ايه ده؟ انا لازم بيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. فين الحمام؟ عشان لازم ايه خش الحمام ضروري عشان تحت. اوكي بيقول لك ما ينفعش تعمل اي ازعاج. ده انت يوتيوبري؟ هو الحمام هو الحمام هو. يانا 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 دي حبيبي هموت انا دي حبي. ايه ده خلصت يا اسطى؟ ماشي همسحها همسحها همسحها. عملت له بتاعه، عملت له فيش. ماشي ايه ده؟ جالي رساله. ده هو راجل كلمني هو بيقول لي شكرا ليك انت خدت الشغلانه دي يا ده صغير، ان شاء الله نخلص الحوار دوت ونمشي يعني. فقلت بقول له ايه ده انت كارسون؟ هو بيقول لي معلش انا خدت رقمك من ابوك، احنا هنشتغل مع بعض عشان نعمل احسن شغل يعني مش عارف ايه الصراحه مش عارف. قلت له لا مفيش مشكله مفيش مشكله حبيبي والله يا باشا يعني ده ابويا يعني ايه المشكله يعني. ماشي بيقول لي انا كنت هسال الصراحه ولا اجيب اي حد يشوف البيت عشان بس زيكي، اعتقد زيكي دوت الكلب يعني. بيقول لي هو بس تعبان شويه الايام دي. فبقول له يعني ما تخافش يعني البيت ده امانه في رقبتي والكلب ده امانه في رقبتي وما تخافش وكل حاجه هتبقى زي الفل. مش عايزين نقول له بس مصيبه احنا عملناها في الحمام ده عشان يجي فاهم هيلاقي الدنيا نبلم محطوط في البتاع. ماشي بعت ثلاث رسائل ده رخم قوي. بيقول لي انت انقذت حياتي يا ده صغير. فبقول لي بس عشان فكرتك بحوار زيكي دوت فانا هجيب لك ايه، يقول لي يعني ميعاد اكله يعني. بيقول لي تقدر دلوقتي تجيب اكله من البيزمنت. بيزمنت ايه؟ ايه اللي يحط اكل في البيزمنت؟ مش بتحطوه في الثلاجه؟ استنى يا اسطى ده عايز ننزل البيزمنت بس عشان اكمل معاك بس بيت اليوم. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك البيزمنت تو دارك. اعمل ايه طيب؟ انا مش شايف حاجه، انا مش شايف حاجه. طيب هو بعت لي حاجه يا عم. انت ما تبعت لي وانا فوق. الله يخرب بيتك، انا مش عارف امسك الموبايل وانا تحت. في الباب ده عشان ما اضمنش حد يطلع لي ولا حاجه. بيقول لي معلش انا اسف عشان بس الاضاءه تحت في البيزمنت وحشه، ممكن تجيب الفلاش لايت من الاوضه اللي فوق في الاستورج روم اللي فوق. تمام مش طول من الاول كتك القرف. السلام عليكم. بيقول لك البيت دوت اكبر من بيت حياتنا تقريبا. مش ده حمام تاني؟ مش كنا عملنا فوق، عملنا حمام الضيوف تحت. مش مهم. فين البيزمنت؟ هو ده اهو. جبنا يا جماعه بتاع تره كشاف حلو قوي. ننزل بقى براحتنا، ننزل نجيب الاكل للكائن اللي معانا دوت زيكي. هو اكيد الاكل بتاعه جبت. نطلع نطفح الكلب اللي فوق دوت وان شاء الله. حاسه عارف انت كلب دور مان فاهم دور يعني ايه حراسه يعني. عايزين نطلع من الباب اللي ورا ونقفل الباب ورانا قبل وبعد علشان ما ايه ما يتحطش علينا. ريحته حلوه الاكل ده. تعال 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 خد ادفع. ايه ده في ايه؟ هو خيالك بيتحرك الاول؟ انا مش فاهمه. ادفع ونضف وراك بقى عشان انا مش ناقص. تمام انا داخل جوه. ماشي خلصت يا عم كارسون. والله العظيم بيراقبني. ما انت بتراقب بيتك، طب ما انت كنت تراقبه في حالك. طيب بيقول لي يا ده صغير انت بتفهم في الكمبيوتر وكده، انا عايزك في حوار يعني. الكمبيوتر بتاعه فيه مشاكل تقريبا وفي حاجه في فيروس حاجه زي كده، فعايز ان انا اخش اظبطه له. اوضتك فين بقى؟ هي دي اوضتك؟ هي دي اوضتك اه بس مش دي. لا عايزين نحفظ البيت ده عشان لما يجي نهرب ان شاء الله. عندنا ايه هنا؟ دي اوضه عاديه جدا. اقفل. ثانكس كيد ارسون. ايه ده؟ ده ايه ده؟ بعت لي ايه؟ ايه ده؟ دي اوضه المساحيق. ماشي ده ايه؟ ايه ايه لقينا الكمبيوتر. تاني ما بنلعب والله ما بحاجه على الجهاز. اوكي فتحنا. مش هو بعت لي الباسورد على فكره، انا مش فاكره. قال الي كارسون 5387 5387 5387 الي كارسون 5387. افتح كده. الله الحمد لله الحمد لله. ده اكس بي ده يا اسطى ويلكم حبيبي. ايه ده؟ ايه ده؟ ده بي سي بجد. ماشي المفروض اعمل ايه بقى؟ مش عارف. وقال لي حاجه ظبط له السكيورتي تقريبا. دي اه ايه ده؟ دي بايظه. هو تقريبا عنده فيروس جزه فلاج. ده بيلعب لعبه جزه فلاج ده جامايكا قوي. طب تقريبا انا المفروض انزل انتي فيروس اهو. فري ترايل انتي فيروس. دوس دوس الحاجات دي عادي عادي. انا عندي مناعه والله من الحاجات اللي بتعمل لي الحاجات دي. قشطه قشطه. داونلود. خرب بيت سرعه النت يا جدعان. انا منزله فيروس اسمه انتي فيروس 96 دوت اي اكس اي. ده في حاله ذاته فيروس اصلا. حلو قوي. نعمل سكان للجهاز بتاعه عشان لو في اي فيروسات اي حاجه ايه نظبطها. لا انا خبير يعني. ماشي اربع بيضات لحد دلوقتي. خمسه ايوه ها
هسادس السادس جاي سادس سبع سبع تمن 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 هتقولي تمن من عندك تمن 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 ها ها مفيش تمن اوكي ايوه بقولك امسح كل الفيروسات يلا ماشي اوكي دلوقتي كده مسحنا تمن كل الفيروسات عنده اعتقد ولا مسحنا الجهاز كله ما اعرفش الصراحه ضن ماشي افتح الكاميرات اوكي اوكي السيستم اشتغل السيستم اشتغل اهو اوكي ده دي كاميرات البيت كله تمام المفروض دوت ان انا اقعد تمن اراقبه اراقب المكان يعني تمن هتقلب في نايف دلوقتي عارف انت فاهم تقريبا اعتقد اوكي وفي نايت فيجن اوكي الكلب هو شايف الكلب نايس في اتنين بيكلموني ارد على مين فيهم دي تمن ايفلين دي مش فاهم انت مين يا اسطى فانا برد على الراجل بقول له ايش يعني ظبطت لك الجهاز وكله تمام خلاص فاهم يا باشا تحت السيطره بيقول لي خلاص هقول الكلام ده دوت لابنه لان هو منزل حاجات غلط على جهازه فاهم ماشي قشطه في مين دي بقى مين ايفلين دي عايزه ايه مننا اوكي جيرل فريند بتاعتي بتقول لي في برنامج تمام بتاع طبخ بتاع عم جيفري على القناه العشرة لازم نتفرج عليه مع بعض بتقول لي المكان دوت فيه في تلفزيون اه في طبعا امال ايه ماشي طيب هننزل نفتح التلفزيون تحت ما تدخلنا الكلب جوه يعني يعمل صوت والله العظيم بدل البتاع ده ايه ده ايه ده ده بتاع الاكل ده ديب ويب يا اسطى هي صاحبتي دي مالها من العالم الاخر ولا ايه انت عايز ايه يا وليا بتقول لي البرنامج اشتغل بتتفرج بقول لها ده اكل قطط بيعمل اكل بيعمل طبخه اكل قطط بتقول لي اتس ماي فيفوريت يا جماعه ما حدش يبقى عنده جيرل فريند هتخليكم تطلعوا حاجات مرعبه زي دي والله ايه يا جدعان ده يا جدعان انا خايف يا اسطى بقول لك ايه احنا لازم نسيب بعض اكتب يا عم انت خايف مش عايز اكتب ماشي هو في ايه والله العظيم الرعب ده ايوه عم روي ايوه انا قصتني يا عم كارسون والله ايه ده بيقول لي ايه ايوه بيقول لي لازم تجيش حاجات من التمن من السوبر ماركت اللي جنبنا هلاقي فلوس سايبها لي فوق عند النايت ستاند هي الحاجات دي اللي هو عايزها رانش مش عارف ايه تمام اوكي ما ايوه بس كده بس فكك بقى ايه اتفرج انت مع نفسك بقى اتفرجي مع نفسك بقى نطلع نقفش الفلوس اللي فوق ونخرج من البيت ده ايوه المفروض هنا ده دي اوضته تقريبا ايوه المفروض قال لي عند النايت السهريه دي صح ايوه اقفش الله علينا كرمشنا حبه فلوس حلوين قوي نهرب بقى من البيت بيقول لي كمان انت ممكن تاخد الثمن العجله بتاعت ابنه في الجراج اوكي حلو قوي 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 العجله ايه العجله ايه ايش سوق بينا يا اسطى على الكورنيش اختي اختي ها ما اعرفش اسوق مش هروح فين يمين ولا شمال ما اعرفش انت رايح شمال طب اسال طيب ولا اعمل ايه اخش يمين ولا ده مقفول مش عارف يمين ده مقفول ولا لا ايه ده انا مشيت طب انا مش صح ولا انا تهت ولا ايه اتخطفت الساعه 9:22 بالليل اسوق ما اسوق ما اعرفش سكرانه سكرانه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ايه ده في ايه في بقى ايه كان عايز ايه بقى مننا عايز رانش وستروبري جيلي وكوكو سبريد ميلك ايج في ايه ده في اوليه في ايه ده مش بقرا البتاع تقول لي ازيك يا ابني هو انت بتشتغل هنا الله يسهلك يا حاج تقول لي هي بتدور على مستردة وجت هنا من بدري تمام وبتدور عليها ومش لاقياها طب انا مالي يا حاج انا مال اهلي يا حاج انا بقول لك انا زي انا هتخض هروح اتخض في البيت فخرب بيت وشك كي يا حاج لو لقيتها اقول لك ماشي هو يا حاج مش شايفه المستردة ده اصفر من وشك ما ينفعش يبدا اه باسكت اهو عايزين البيض 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 اهو البيض اهو البيض اهو البيض اهو ماشي ايوه اللبن بتاعنا فين اللبن 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 ايوه جبنا لبن ايه ده مين ده انت مين يا اسطى انت وهو عايزين مني يقولك عليا ولا ايه بيقول لي يا اسطى البت بتاعتك كانت هنا ومن شويه ومشيت البت بتاعتي امال بيكلمني على التليفون بيقول لي ما تسمعلوش ده مش ما كانش في حد هنا ما تسمعش حد هنا ماشي هي عامله تمام حفله عندها تقريبا حاجه زي كده ومش مش دعياني ايه ده بيقول لي يا اسطى شكلها كبير في السن لما من غير ميك اب اوكي الله يخليك يا اسطى ماشي ماشي يا اسطى اخلع انت هو بقى عشان ايه ما اذكوش بقى بقول لك ايه احنا ناخد كل حاجه حاجه هات ده واحده وهات دي هات دي هات كاتشب واعتقد ده الرانش حط يا ابني شويه كويسين يا باشا اتفضل اتفضل اه باشا هحاسب عليهم كلهم كاش كاش ان شاء الله كاش بلا شكرا حبيبي تسلم حبيبي ربنا يخليك والله بقول لك ممكن تروح معايا والله عشان بخاف ايه احنا جايين من الشمال صح يلا يا اختي ايش الحمد لله تمام سوق بينا يا اسطى على الكوري بقول لك انا عايز اخد بالك عايز اخش الحمام تاني هو البيت ده ولا ايه هو ده ولا ايه هو تمام هو افتح معانا الحمد لله نفتح باب عادي نقفل الباب اهم حاجه نقفل الباب وبقول لك عايز اخش الحمام ضروري 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 سعد 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 احب عمري وعشق هو يا اسطى انت شارب ايه يا اسطى ماشي عايزين نحط الحاجات دي في التلاجة صح ولا نعمل ايه ارميهم له هنا بقول لك انا لازم دلوقتي اعمل المذاكره بتاعتي تقريبا المفروض اطلع فوق تقريبا ولا ايه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اتمنى يكونش حد جه في البيت هنا واحنا ايه مش موجودين انا اروح اكمل شغلانتي السلام عليكم ايه ده جالي ده ايه ده في ايه مين اللي ايه ده مين ده دود بيقول لي هو انت عند كارسون في بيت كارسون انت لازم تشوف ده بسرعه بيقول لي دور بسرعه في الانترنت على روي كارسون كارسون ديفورس طلاق روي كارسون على الانترنت دلوقتي ده الواد اندي اللي قابلته في السوبر ماركت كان بيتريق على خطيبتي ولا حبيبتي استنى يا اسطى ده في شكلها في حاجه مهمه روي كارسون
ديفو ديفو دي ديفورس. بيقول لك روي كارسون صاحب شركه بي ان مش عارف ميديا بي ان سبورت، لا قال ان هو بيجي له تهديدات بالقتل من فانز غاضبين جدا من مراته السابقه. يعني مراته السابقه عندها فانز هم زعلانين مني تقريبا عشان انا طلقتها، فبيجي لي تهديدات بالقتل. ده بجد يا جدعان؟ ايه يا جدعان ده؟ بيقول لك ان فعلا ايه ده؟ ده في حد؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ حد في كاميرا 10 انزله ولا اعمل ده بيرن؟ مش هنزل اشوف ابن اللذين دوت عايز ايه. ماشي قبل ما يفتح بس نقول له ايه؟ نفت اقول له مين انت؟ مين؟ بيقول لي الدليفري بتاع البيتزا جايب لي بيتزا وسط زي طلب حضرتك. ايه ده؟ انا ما طلبتش. اقول له انا ما طلبتش يا اسطى بيتزا. بيقول لي بس دي البيتزا البيبروني بتاعتك. معلش انت في بتعملون غلط. بيقول لي هو ده مش 22/4 بلوف بوليفارد رايت؟ هو ده صح. ده نفس المكان فعلا. بيقول لي ده الاوردر جاي باسم كي روي كارسون. اوكي ده بجد جاي لنا. ايه ده؟ بس انا ما طلبتش حاجه. ماشي هضطر افتح له. افتح له يا ريف. افتح. ايه ده؟ ده اللي واقف على اليمين كده في النص. ماشي هير. ايه الضحكه السمجه دي؟ هات يا اسطى. انا كناش من الفانز اللي عايزين يموتوني عشان انا مش كارسون. بيقول لي معلش في طلب يعني ريزل شويه. ايه؟ بيقول لي معلش ممكن بس استنى جوه لحد ما المطره تخلص. انا ممكن اقول له لا، او اقول له معلش ابويا مش هيوافق عشان هو قاعد فوق. ممكن اقول له ده مش بيت بتاعي. فانا بقول لك ايه؟ انا هقول له ان في حد جوه فاهم، بس ايه يعني فوق مش هينفع تخش. معلش معلش ما في بابا فوق بس معلش محظرنا دخل اي حد. قال انا متفاهم الموضوع. بيقول لي خلاص ماشي يلا يومك لذيذ حبيبي. معلش حبيبي. المهم قفشنا البيتزا منه. عايزين نقعد بقى نتفرج على ناكل نتفرج بقى احنا ناكل. ايوه لا خلينا نفتح البتاع ده يا عم. انت ده مرعب. لا يا نهار اسود ده جايب لي فيلم رعب. يا نهار اسود ايه ده؟ ده ايه الفيلم الرعب ده؟ الله حلو قوي البيتزا دي يا بابا والله العظيم. ايه يا جدعان بتفرج على ده؟ والله العظيم في حد بعت لي حاجه. ده هو بعتها لي صاحب البيت بعتها لي يا اسطى. ما تقول لي طيب يا اسطى والله العظيم كنت زمان دخلت الراجل. معلش انا اسف مشيت الراجل بس هو ما قاليش ان انا بطلب لي حاجه. اغرب فيلم شفته في حياتي والله. ناس ملهاش رجل وبتطير. انا مش فاهم. في حد بيخبط. ارمي دي هنا بقى كده اهو. اوبن. هو زيت مين؟ ما ردش. تفتحش. لا ما تفتحش. ماشي انا طلع فوق. انا عايز اطلع اشوف في اسمه ايه في الكاميرات. في حد فيش في في حد في حد في حد في حد بعد ماشي ده مش عند اللي هنا. رحت هنا في حد كان ماشي هنا والله العظيم. عايز اعمل بي عايز اعمل بي في حقيقه. في حاجه مرميه هنا اعتقد انا لازم اروح اشوفها. انا ما انا مش قلقان انا مرعوب والله العظيم. مين؟ مش هزعل تاني. ماشي انا هفتح الباب. ايه ده؟ ايه ده بجد يا عم؟ شكرا يا عم. ده حد بعت لي ورده يا عم. ده بتعكسوني بتعكسونيش يا جماعه. يا عم عيب يا عم. استغفر الله العظيم يا رب. يعني بجد تسلمي. ربنا يخليك والله. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. شكرا. في رساله جات لي من انون. في حد بعت لي رساله غريبه. بيقول لي هاو ار يو انت عامل ايه للعشاء؟ يمكن رقم غلط. يمكن رقم غلط فعلا زي ما بيقول كده رقم غلط. كنت خلص ام الشغل انجروس. انا بعمل ايه ده؟ بكتب حاجه. ايه؟ بذاكر اعتقد بذاكر. الساعه 1:30 بالليل. بقول لك النور قطع وانا كنت شغال في الهوم ورك بتاعي. يا اختي في حد بعت لي حاجه. بيقول لك انت قاعد لوحدك. انت ليه بتجاهلني؟ انت ليه على طول تبقى وحش معايا؟ طيب لو انت تفضل كده على طول معايا انا مش عايزك اصلا. توت احسن منك بكتير. كيف لا في حركه. استنى في حركه. ده في حركه كبيره. ده سنسور بمجنون تقريبا. كلب راح فين؟ الو في حد اتحرك هنا؟ والله في حد اتحرك. والله في حد اتحرك هنا. واضح انا لازم اعمل انزل اعمل النور تقريبا. ايه ده؟ انا مش معايا بتاعه الاضاءه. فين؟ انا مش لاقيها. كشاف فين؟ والله مش معايا الكشاف. انا هيكون ربيت الكشاف بره ولا ايه؟ كلب عمال يعيط بره. ماشي انا نازل له. السلام عليكم. بيقول لك في حاجه اتحركت بره. انا فاكر تقريبا انا رميت الكشاف بره تقريبا عند البتاع. انا موت. الو ايه ده يا عم؟ دي كانت مكمبالي عند بتاعه العجله. يا ابن اللذينه. هنكمل لسه هنكمل لسه هنكمل. يا بنت اللذينه. ماشي يا جماعه احنا مش هنخش يمين. ايه هنخش شمال عند الكلب. ازيك يا كلب عامل ايه؟ ايه ده بيهوهو ليه؟ لاقي خليك معايا عشان في مرعبه هنا والله العظيم. هو بتاع بتاع الكهرباء. اوكي بظبط الكهرباء اهي. بيقول في اكيد في حد هو اللي قطع الكهرباء بره. ماشي اكيد اكيد في حد. اكيد اكيد طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه بقى؟ ايه بنت المجنونه مالك في ايه؟ في حد في حركه تاني في الكاميرات. توش دخلت البيت. كلب بيتحرك اهو. السنسو شايف حركه بس مش شايف حركه خالص في الكاميرات خالص. يعني في حاجه بقى بيحكوا لي. الله يا الله لا 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 لا. بقولك انا مش مطمن. حاجه غريبه بتحصل يا عم. انا خايف بس كنت دخلت البيت من ساعه لما خرجت فاهم. كنت بعمل بتاع عليه. نكمل دراسه نكمل دراسه. دي سالفه سكينه يا اسطى. خلاص سيب المذاكره. بقولك سمعت حاجه تحت. في حد مسك سكينه اقسم بالله. ايه ده؟ ايه بره؟ اقسم بالله في حد بره. والله في حد بره. ايه شغلت حاجه في المطبخ. انت لازم انزل تحت صح؟ المجنونه دي. المطبخ على الشمال هنا. ايه؟ ايه؟ بل نطلع ولا نعمل ايه؟ ايه ده؟
دي كسرت الحاجات كلها جوه، دي كسرت كل حاجه في دخلت المكان وكسرت الحاجات بتاعت الجرين سكرينز كلها. انا مش عايز اخش المكان ده. ماشي، بقول لك لازم ابعت لاندي، بقول له ممكن تديني رقم ترنر الواد اللي قابلناه برده في بتاع دوت، بقول له عشان هو بيعمل مشاكل في البيت. ايه ده؟ في ايه؟ باب اتفتح. اوشت، دخلت البيت. بقول لك في حد في البيت بتاعي دلوقتي وبيتحرك براحته ومش عارف ايه، والموضوع مرعب، وانا مش عارف اترجم لكم اصلا. انا عامل ايه في المصيبه السوداء دي؟ دي طلع فوق يا عند بتاع ده، عند بتاع ده. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بقول لك انا دلوقتي مش عارف اتحرك قدام البتاع ده. دخلت البتاع اللي عند السلم، دخلت الاوضه. اوكي، ايه فتحت التلفزيون دي؟ ايه دي؟ ده عبيطه يا اسطى. مع سكينه، مع سكينه دي عبيطه. انا فاضي اروح فين؟ هي جايه لي صح؟ بقول لك ايه، انا لازم استخبى، لازم اخرج من الاوضه دي. انا دخلت الاوضه التانيه. رحت تانيه، دي خبطت الباب التاني، الباب التاني. عايزه ايه يا وليه؟ اتخبط من الباب ده. بتقول لي انت هنا؟ لا انا مش هنا. قالي لي انا وحشني قوي. وات دو يو وانت؟ عايزه ايه؟ انا عايزه ابقى مش عارف ايه، عايزه كلام غريب قوي. دي كاره، دي صاحبتي القديمه اللي سبتها، اللي كانت بتقول لك عامله عايزه تعمل حفله ومش عارف ايه. دي جت موتني، بتقول لي انا بحبك قوي، ليه بتعمل فيها كده؟ لازم تمشي دلوقتي حالا. بزرفه ساك. اوكي دي بتخبط كده. بقول لي لو قرب، انا بقول لها لو قربتي هبلغ البوليس. تقول لي اعمل كده وانا هقتلك. لازم اروح الاوضه الثانيه. قول لي انا مش هاخدك، مش حد تاني هياخدك. كنت المفروض اخلع. تليفوني بيرن يا عم، استنى. ده وقته. ماشي عرفنا المفروض ما نتكلمش. تمام، ما تخش، انا المفروض اجري اعتقد. تمام. اوكي، نركز بقى يا جماعه، نركز. هنروح هناك، مش هنعمل اي حاجه، مش هنتكلم، مش هنتنفس، هنعمل اي حاجه غلط على الاخر. ليتس جو، ما تكلمش ولا اعمل ايه؟ بقولك انا خرجت من البيت وكلم ابوه علشان يكلم البوليس. بقولك على ما البوليس وصل طبعا هي هربت، بس انا عارف هي ساكنه فين. بيقولك كارا دي من الواحده من الاوائل اللي انا قابلتهم على الديتنج سايتس، يعني في مواقع كده فاهم، انت ممكن تقابل حد تحبه ومش عارف ايه، فهو اول واحده يقابلها، فترات مجنونه. بقولك بس بعد شهرين من التعامل ما بيننا يعني اكتشف ان هي بتاخد مخدرات يعني. بقولك كنت بحاول اساعدها عشان تتخلص من الموضوع ده، بس هي كانتش عايزه تتغير. بقولك كانت بتحاول تقنع واحد من البوليس اللي مسكها ان هي كانتش هتعمل اي حاجه في اليوم دوت، كانت ماسكه كتير في ايديها. بقول لك بس اكيد البوليس ما كانش مقتنع بالكلام ده، شافوا كل الفوتج بتاعه الكاميرات وكل الحاجات كانت متصوره وعرفوا ان هي كانت ماسكه كتير في ايديها. بقول لك بس الحاجه اللي كانت مضايقاني واللي بتلعب في دماغي كانت حاجه واحده بس، ان ما فيش اي حاجه اتسرقت من البيت في اليوم ده. ايه ده؟ ده همك؟ عم مش بيته اصلا، والبوليس مسكها واتحبست لفتره كبيره جدا. طب الحمد لله، الحمد لله. جي. يا نهار اسود على دي لعبه، قتلتني كتير قوي في اللعبه. ماشي وبس كده يا شباب، ده كان فيديو اضرب بيلعبكم. اتعلمنا ايه من اللعبه دي؟ تمام، ما نلعبش لعب في قصه حقيقيه تاني، عشان انا ايه حاسس ان في حد فاهم هيفتح اللعبه وانا من الباب. ماشي، ما علينا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لعب الفيديو تعمل لايك، شجع مش شغل جرس، اتمنى يكون اللعبه عجبتكم. اللعبه عجبتني صراحه جدا. طبعا الحاجات دي يا جماعه قصص قديمه جدا 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 جدا، وكل اللي فيها دوت يعني ايه مهلبيه كده فاهم، من صانع اللعبه يعني بيخوفنا زياده، بس ممكن يكون الموضوع خلص في دقيقتين بس. المهم اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لعب الفيديو تعمل لايك، شجع مش شغل جرس، الناس شمال جروب سيفن تويتر كلهم. واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. واه، جود باي. ايه ده؟